Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita akan belajar lagi surat Al-Anfal ayat 34 sampai dengan ayat 40. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan ta'ud dan basmalah. Mohon diperhatikan dan disimak videonya agar nanti bisa mengikuti. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون "والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه". على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل قل للذين كفروا إن ينتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته